فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو مقدار انحراف القبلة بالأمتار؟ وهل المسجد الذي انحرف عن القبلة بمقدار 5 أمتار تجوز الصلاة فيه؟ هذه مسألة معروفة، أن من كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصلي إليها ولا ينحرف عنها، فإن انحرف عنها فصلاته باطلة. اللي في داخل المسجد الحرام ويشوف الكعبة لا بد أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها، أما الذي لا يراها بعيدا عنها خارج المسجد الحرام فهذا يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف عنها. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالبعيد عن الكعبة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يسيرا، لو انحرف يسيرا فالانحراف مغفور. أما إذا انحرف كثيرا وصارت القبلة وراء ظهره أو إلى جنبه فهذا تبطل صلاته. نعم.